صياد ورحت اصطاد. صادوني ذوبا ويا شجرة. شجرة المركب رشقت في الصخرة. يا جنينة يا شجرة المركب رشقت في الصخرة. المركب رشقت في الصخرة حتة رشقة. المركب رشقت في الصخرة حتة رشقة. اسم النبي حرصك اسمك ايه؟ رد يا صخرة. ويا لهوي اوعوا تقولوا للقبطان وللقرصان كمان ان المركب دي اتخبطت واتقسمت نصين واتكسرت. ان المركب دي اتخبطت واتقسمت نصين واتكسرت. لحسن هياخدني على الغابة ويسيبني هناك قاعد عريان. ويسيبني هناك قاعد عريان وياكلني اي حيوان. الصراحة الواحد لما خبط في الجزيرة وشاف البحر افتكر لما كان في البحر في إيطاليا وجمال البحر في إيطاليا. يجي إيه البحر في إيطاليا وجمال البحر في إيطاليا في جمال البحر في جمصة؟ يجي إيه بحر في إيطاليا إيه؟ أزرق جميل. البحر في جمصة إيه؟ ما تفهمش دي ترعة ولا المجاري ضربة ولا في إيه؟ الست وهي رايحة البحر في إيطاليا ريشة ماشية على الشط لابسة ملابس خفيفة ملابس بحر جميلة. الست وهي رايحة جمصة قاعدة كشك قاعد على الشط كشك. ما تفهمش دي لابسة عباية من 67 مقلعتهاش. ما تفهمش دي طالعة من المية ولا عايزة تخفي البحر ولا عايزة إيه دي؟ ما تفهمهاش حاجة. ولا العيال الصغيرة في جمصة، العيال الصغيرة في إيطاليا قمر بيبرقوا. تبقى تبص للعيل يبقى نفسك ترجع عيل صغير تاني. الواد يتزنق يروح لمامته يقول لها بليز اي ونت تو دبلي، تقول له على البيت. الواد يرجع لحد البيت جاري يعمل حمام ويجي. العيال في جمصة، الواد يطلع من البحر ما تفهم في حاجة حصلت بس ما تفهمش في ايه. تلاقيه خارج كده وشه أصفر وعمال يبص شمال في حاجة، يعني في حاجة حصلت بس ايه ما حدش فاهم. يجري يروح لأمه، أمه تقول له في ايه يا ابني مال وشك مخطوف؟ مالك يا ولا؟ يقول لها يا واد مالك في ايه؟ وتروح تبص على المية تلاقيها بقت بني كده غامق. تلاقي البحر في جمصة أوله بني بعدين بني غامق بعدين أصفر بعدين عقبال ما توصل للازرق تغرق ما تعرفش. يا رب وعدنا ونروح ايطاليا، وعدنا يا رب. بلا نيله انا اقعد جنب السفينه دي لحد ما يبان لي صاحب بدل ما اتشملت كده ودخلت يا صباعه يا صباعه. انت فين يا دي اهبل انت؟ انا هنا اهو. انا هنا، بتعمل ايه؟ انا بتعمل ايه؟ اسكت
اسكت اسكت. ايه اللي حصل؟ مش في صخره دخلت في السفينه؟ انت سايق موتوسيكل يا ابني؟ دي سفينه يا حبيبي، انت تستهبل؟ والله كنت ماشي في امان الله، صخره خبطت فيا. ولا انت قادر ما تستهبلش؟ انت تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. الصخره دي طالعه ورايا من الموقف. من ساعه ما طلعت بالسفينه من الموقف والصخره دي ورا اجي شمال تيجي ورا اجي يمين لحد ما نشأت فيا. يا ابني مجنون يا ابني، انت معاك رخصه؟ اه معايا رخصه. مرور ايه؟ بين السرايات وكده. طلع رخصة حلوة. ولا ولا في ايه؟ احترم نفسك، ما تجننيش. لا ده انا احسن واحد بيسوق سفاين في الدنيا، احسن واحد انا، ما تتهورش عليا. تهورش ايه يا ابني؟ بتسوقها ازاي دي؟ بسوق يا لا. انت عارف دي انا كنت مشغلها فين دي؟ فين؟ كنت مشغلها على الكورنيش. كان ب 2 جنيه ونص النفر، كانت اسمها الدلوعه دي. جربتونا وجبتونا الاطلنطي، لزقتونا في الصخر ليه؟ ده انا كنت مشغلها افراح واعياد ميلاد وكنت بكسب دهب. ما لعبش عليك، العيب على الكورسان جوني ديب، هو اللي اختارك انت اللي تسوق. اه اه اه، مع انك اقسم بالله انت احمر واحد بتسوق سفن. يا عم اتنيل على عينك. اتنيل؟ ده انا عالمي بس على... انت ما حدش حاسس. حدش حاسس يا ابني، انت مجنون. اه طب احنا فين دلوقتي؟ تهنا ولا ايه اللي حصل؟ في نص الميه، مش عارف احنا فين والله. استنى اجيب الخريطه وتشوف احنا فين. هاتها هاتها. يعني هو يا خرايطي، ركز معايا. ركز معايا وفوق. تعالى وريني الخريطه. ايه هي دي؟ هي دي الخريطة. هي دي الخريطة؟ اه والله. احلف بالمصحف. اهي. هي دي الخريطة؟ ايوه يا عم، ادي البحر الأحمر وادي البحر الأبيض. أنت إيه؟ أنا البحر الأحمر. البحر الأبيض قادم قادم قادم. اسكت، مش بيقول لك البحر الأحمر والبحر الأبيض واحد واحد؟ ان شاء الله هنكسب في زمن يكون فيه الطيبين ان شاء الله. اتفضل شوف احنا فين. انت متاكد ان دي الخريطه؟ هي دي والله. والله العظيم اقسم بالله دي الخريطه. احلف كده يا عم. والله هي دي. الله، امال فين السفينه؟ مرسموا السفينه في الخريطه. امال هعرف احنا فين ازاي ما دام مش حاطين السفينه؟ انا مش شايف غير ميه. فين السفينه يا ابني؟ فوق معايا اهي، ادي هي الجزر والانهار والغابات كل حاجه. أيوة موجوده. ما فيش سفينه، اعرف احنا فين ازاي يا عم؟ هي تخيل هي دي السفينه. اه بقول لك ايه، احنا لو تقريبا لو خدنا البحر ده للاخر احتمال نوصل فيصل. احتمال البحر ده. احنا تايهين في وسط البلد، انت متخلف؟ احنا في جزيره يا ابني. امال ايه؟ طيب ما انا مش عارف ايه دي كلها. ده ايه ده؟ ده حاجات صعبه قوي يا اخي. صعب ايه يا ابني؟ ما هي دي الخريطه اهي، كل حاجه اهي. لا مش واخد بالي انا من الخريطه دي. واخد بالي؟ مش حاسس منها اي حاجه. طب امسك امسك ده شوف. احنا هو ده بقى. هو سيبك من الهطل ده، ارمي لي ده على جنب. هي دي لما نشوف دي بقى، تبص فيها تعرف انت فين في الميه. اتفضل يا حبيبي. هو المنظار معمول عشان كده. وريني. اه 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 شايف ايه؟ يا سلام يا ابني، شايف ايه؟ انا شايف ناس قاعده في مسرحيه. هو ده اللي والله ده اللي انا شايفه. ما تستهبلش. هو ده تقريبا المنظار ده بيجيب بعد الميه، ما بيجيبش الميه. يا عم احنا كده طبطونا، هنموت ولا ايه اللي هيحصل؟ يا عم مش هنموت، انت غبي، ده احنا في جزيره يا حمار. طب اعمل ايه؟ افرح افرح. الله، دي جزيره. طب يعني اعمل ايه؟ هيص احلم. تخيل نفسك مثلا تلاقيت لك عروسه البحر من الميه، تعمل ايه؟ هغتصبها. تغتصب فيها ايه؟ يا فيها حاجه تغتصبها، دي نص بني ادمه ونص سمك. يا عم هغتصب النص اللي فوق واشوي النص اللي تحت. انت احلامك متخلفه زيك. يا عم انت عبها، دمرتنا ودمرت المركبه. البنت عيون عايشه ولا ايه اللي حصل لها؟ خبطنا في الصخره، الناس كلها نطت في الميه، محدش شفتش حدش غيرك. ما شفتش حد. اسكت يا عيون يا عيون. ايوه يا شنكل، انت فين؟ هي عايشه. ايه؟ تعالي تعالي. اللي حصل ان في صخره خبطت في السفينه. ما تسالنيش ازاي. الصخره هي اللي خبطت في السفينه؟ اه، كنت ماشي بالسفينه، حوت كسر عليا، رشقنا في الصخره. ما تسالنيش ازاي. المهم انت كويس؟ انا كويس. انت عارف ان انا بخاف عليك قوي يا زوبعة. الله يخليكي. والله والله ده انا بحبك قوي. يا لهوي، ده ذوق منك وكرم من عند ربنا. ذوق ايه؟ ده انا بحبك وعايزه اتجوزك بجد. والله؟ اه والله. نتجوز مفيش مشاكل، عادي انا جاي في اي حاجه. طيب فين الشبكة بتاعتي؟ اهي والله شايلها لك من ساعة ما جيت. بالراحة.
يلا بالهنا والشفا. يا سلام. يلا ادي استفتاح كده عبال ما نبقى نيجي الشقه. ماشي. اه دي غاليه دي. ايه انت هتقولي لو انت بحبك وتسيبيني انا؟ ليه كده يا عونه حبيبه قلبي؟ ليه؟ ده انا هتجنن عشانك. حرام عليك دي والله العظيم انا احلى واحد في الجزيره دي. والله انت قمر يا شنكل، ده انا بحبك انت. لا انت رحت قلت الواد ده بحبك، وسمعت كمان رحت قلت بحبك للقرصان جوني ديب. هو يعني عشان عمل بايرتس اوف ذا كاريبيان دي؟ اسمها بايرتس اوف ذا كاريبيان. وات ايفر. يا سلام. ما تجننيش بقى. والله بحبك يا شنكل وهتجوزك انت. يعني انا في الاخر اللي هكسب؟ ايوه والله العظيم. والله العظيم. خلاص يبقى انا اللي هتجوزك. فين شبكتي بقى؟ اهي معايا اهي خدي. ماشي فين بقى القرصان؟ معرفش، ما الواد ده بيقول ان هو دخل في صخره ومعرفش ايه اللي حصل. هو فين القرصان؟ انت دايره تلف علينا يا بت؟ دايره تلف علينا؟ خالص خالص والله يا زو بعد انا بحبك. تعال انت يا عم على القرصان جوني ديب نشوفه هو فين. ده يا قرصان جوني. يا ديب. يا قرصان جوني. يا ديب. يا عم اسمه جوني مش يمكن يطلع ديب وحد عارف. اسكت. يا قرصان جوني. يا ديب. يا ديب انت فين؟ انت فين يا جوني؟ انا حمو عملت ايه في السفينه؟ قال ايه عملت ايه في الغندوره؟ قال ايه خربت الغندوره ودخلتها الصخره؟ قال ايه ده ايه يا صخره اللي خبطت في السفينه جوني؟ الصخره اللي خبطت في السفينه ولا انت اللي خبطت في الصخره؟ قال ايه لا الصخره خبطت في السفينه. انت اللي خبطت في الصخره؟ قال ايه لا مش انا مش انا. قال ايه؟ لا ماليش دعوه مش انا. انت كنت شغال في بنك قبل كده؟ قال ايه؟ الصخره اللي خبطت في السفينه خربت السفينه، الغندوره راحت، الغندوره راحت. شاع عمر الراحه. قال ايه؟ شاع عمر الراحه اللي خرب بيتك. قال ايه؟ يا قرصان في ايه؟ يا قرصان ايه؟ خربت السفينه ولا تخيل الله خرب بيتك. شاع عمر قال ايه؟ ما متنيله على عينيها ايه؟ كل حاجه سليمه وزي الفل. انتوا هتلبسونا تهمه؟ كل حاجه سليمه صح؟ قال ايه؟ صح. الرمله سليمه والبحر سليم والصخره سليمه، السفينه اللي خربت شاع عمر قال ايه؟ اهدى يا قرصان بس انت كده وفهمنا، انت كنت فين؟ مفيش يا سيدي. انا احكي لكم اللي حصل لي. طب احكي لنا ايه اللي حصل. انا احكي لكم اللي حصل لي بالتفصيل عشان ما حدش ياخد عليا اي حاجه انا ما قلتهاش. ماشي. اني وانا ماشي. اني وانا ماشي. ماشي في الصحراء. ماشي في الصحراء. طلعوا علي. طلعوا علي. عصابه كبيره. عصابه كبيره. اربع انفار. اربع انفار. واني لوحدي. واني لوحدي. عني يا رب. عني يا رب. بسرعة يا رب. بسرعة يا رب. فكرت بسرعة. فكرت بسرعة. بشيل بوم. بشيل بوم. علمت عليهم. علمت عليهم. صحيت من النوم. صحيت من النوم. فرشتي مبلولة. فرشتي مبلولة. ماما خلصت تعالي غيريلي. ماما خلصت تعالي غيريلي. هو ده اللي حصل زي ما قلت لكم في الاغنيه. ايه هو ده؟ احنا فاهمين اي حاجه انت بتقول لنا يا غني. عايزه يا بت؟ انت كويس يا بيبي؟ بقول لك ايه، ما تدلعيش عليا قدام الرجاله. ليه بس يا بيبي؟ بضعف بنهار. مش وقته يا بت دلوقتي. خلاص. بقول لك ايه، اتدلعي عليه خلينا نخرج. يلا. اهم حاجه عملتوا اللي انا قلت لكم عليه يا رجاله. اه عملنا عليه. اه عملنا اللي انت قلت لنا عليه. صح. ركز قولي. عملت اللي قلت لكم عليه قولي. اه اللي انا قلت لكم عليه كله. كله. هو الواد اللي هناك ده عمل نص وانا عملت النص الثاني. مين اللي عمل النص الاولاني؟ هو. عملت ايه ولا في النص الاولاني؟ ما تقلقش يا معلم، احنا حطينا السم. يا معلم ما تقلقش يا قرصان، احنا حطينا السم في كل القزايز. في كل القزايز؟ ايوه كراسنا قزايز. قزايز؟ ايوه. حطيت السم في كل القزايز صحيح عليه؟ ايوه حطينا نقطتين في كل قزازه.
شغالين لغه عربيه ولا ايه؟ يعني كل قزازه حطيته نقطتين سم قال يعني الرجاله ماتوا؟ ايوه ماتوا. متاكدين ان هم ماتوا؟ طبعا. انت بتقتل رجالتك يا قرصان؟ انا ما اقتلش رجالت ابدا، دول الرجاله بتوع المعلم بتوع الملك اللي احنا ولا ايه؟ اسمع ايه؟ دول الرجالة بتوع الملك. أيوة. اللي احنا قتلناه وخطفنا البيت بيته. وجبتهم معاك ليه؟ ما كنت سبتهم؟ انا جبتهم عشان ثلاث اسباب. حد يقول لي هم ايه؟ حد يقول لي هم ايه؟ اول سبب فيهم ان انا لو كنت سبتهم صحيين كانوا جم بالاسطول بتاعهم ورا المركب بتاعتي وكسروها وقتلونا. صح. السبب الثاني؟ السبب الثاني ان انا سمعتهم انهم بيقولوا ان الكنز بتاع الملك مدفون في كهف هنا اهو موجود على الجزيره. ايوه. والسبب الثالث؟ ما هم سببين. قال انت قلت ثلاث اسباب يا قبطان. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. السبب الثالث ايه؟ بصوا هنعمل يا ايه يا استاذ هشام؟ السبب الثالث ايه؟ السبب الثالث ان هم كانوا رخمين وبيزنقوني. قتلتهم ولا ايه؟ ماشي. ايه؟ ماشي. قتلتهم. يبقى في سبب. ايوه. المهم بس قول ايه؟ المهم دلوقتي يا رجاله. ايوه. احنا هنروح ندور على الكنز. روح. مكان الكنز ده فين؟ امال ايه الكنز اللي موجود ده جنب الكنز بتاعي؟ ايوه فينه؟ انت ليه كنز هنا؟ ايوه ليه كنز هنا؟ الكنز بتاعي موجود هنا ولي. فينه؟ هنا هو في الكهف اللي على الجزيرة. طب يلا. انا احكي لكم هنعمل ايه. ايوه. واحنا رايحين ندور على الكنز. احكي لنا. انا وانا ماشي. انا وانا ماشي. رايح الكنز. رايح الكنز. رحت الكهف. رحت الكهف. ماما خلص. تعالي غيري. يا روما. يا سندباد. يا ساحرة شريرة. يا سندباد. عايز ايه يا ساحره شريره طه؟ يا ابني تعالي. انا جاي اهو يا ساحره شرير. عايز ايه يا ساحره شريره؟ يا ابني انا مش الساحره الشريره. امال انت ايه؟ انا الساحره المستديره. ايه يا سندباد؟ ايه؟ عندي حل بسيط ليك. انت بعد كده ما تركبيش مقشات. امال اطير على ايه؟ احنا نجيب لك مكنسه بالكهرباء. يا سندباد. ايه اللي معاك ده؟ ده البساط السحري اهو. ده التخلف بتاع البشر بقى. افتكروا انك مني انا سندباد فقال ايه بطير على بساط سحري. امال ده ايه؟ ده الظهر فاتني هصليه. فرض الله الا فرض الله. سندباد تسحلها هتولعي. ما ولع معاك ليه يا ابني؟ وادي الحاجات دي وتعالى اعلمك الشغلانه. ماشي. بسرعه. حرام عليكي، دي بتركبيها ازاي دي؟ يلا يا ابني. قولي يا ساحره. سيبها. قولي. بص بقى. اهم حاجه في السحر التعويذه. عارف يعني ايه تعويذه؟ ان اول ما اشوفك استعيذ بالله من الشيطان. تعالى يا سندباد. ايه؟ تعالى اعلمك التعويذة. ماشي. اقعد هنا. عيني يا ريني يا ريني يا ريني يا ريني يا ريني يا رولي يا رولي. عيني يا ريني يا ريني يا ريني. عيني يا ريني يا ريني يا رولي. ولاب دب 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 دب
الله يخرب بيت امي دي تعويذة. ده انا اشتغل بتاع انابيب اسهل يا ولية. هات لي الدواء يا سندباد. ايه اللي شغلني مع مريضة بس؟ ثانية واحدة ياما، ثانية يا حاج. يلا يا ابني. طب طالما انت قربتي تموتي شغالة ساحرة ليه؟ يلا يا ابني. مش قادرة تيجي. اعمل ايه انا بطاها جامد؟ معلش. ثانية. والمصحف مراتي الله يخرب. اهي. ايوه. خدي الدواء. ايه ده؟ سكر نبات؟ هو انا حصان؟ ما انت بقالك شهرين بتعملي ايه؟ مش عارف اذا كنت حصان ولا معزة. انت بني ادم انت؟ لا انا دجاجة. سندباد. ايه؟ مين الناس اللي كانوا هنا دول؟ الناس اللي هنا دول تقريبا كده قرصنا. قرصنا؟ مين اللي قرصنا؟ يا وليه اخبطك بطوبه اجيب اجلك؟ اعمل معاكي ايه يا وليه؟ قرصنا جمع قرصان. الاسطوره بتقول ان خلص الفول انا مش مسؤول. دي اسطوره امك. اسطوره مين؟ لا بتكلم بجد والله. اسطوره مين؟ اسطوره مين؟ لا هت مش ها مش همشي. تعالى يا سندباد هنا والمصحف هخلص واوريك. كمل. الاسطوره بتقول ان الجزيره دي هيجي لها يوم ويوصلها واحد طماع عايز يوصل للكنز في الكهف الملعون. يا سندباد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ باباي باي للناس. باباي باي. باباي باي لهم بقى يا وليه في ايه؟ يا ابني ما تضايقنيش. معلش انا اسف. الله انا اسف. طب دلوقتي انا نفسي افهم بس حاجه، الراجل ده راح لحارس المقبره اللي عين لوحده كده بطوله؟ لا ما هو معاه رجلين. الاثنين الكورت دول؟ اه. دول خشوا قش يا وليه، مش هيعملوا حاجه مع حارس المقبره اللي عين. عندك حق، حارس المقبره هينفخهم كلهم. طب انا نفسي افهم نقطه دلوقتي. إيه؟ الناس اللي شاربه خمره على المركب دي خلاص كده بخ خلاص ماتوا؟ لا ما هي الاسطوره بتقول. انا عايز باتنين جنيه فول كل في كيس لوحده عشان امي ما بتحبش. طب بتقول الاسطوره انا من المنصوره. قلبي تعالى. حلوه والله. تعالى يا سندباد هات لي الدواء. جامده وشطوره. تعالى عشان خاطري هات لي الدواء. هجيب لك دواء منين؟ هات لي من هنا يا سندباد. فين ده؟ يلا. الاسطوره قالت مصر يا ما شالت. ياما قوم هتنام قوم. اسمع الشغل معاك متعب اقسم بالله. تعالى. ايه؟ الاسطوره بتقول ان الناس دي ما دام ما عداش عليهم يوم كامل ويسم يبقى كده يقدر احنا نعالجهم. ايوه انت شايفك والله. حبيبي حبيبي والله. الناس اللي بقوا دول عاملين ايه والله العظيم؟ عايز اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه يعني الدنيا بقى؟ طب انا بضحك ضحكه شريره، انت كده بتضحك ضحكه ام سميره. ايه؟ خد هات ده الترياء نقط بيه جوه بق كل واحد فيهم. ايه ده؟ ده الترياء؟ ده بقى نقط في بقهم يقعدوا يتريقوا على بعض. تعالى يا سندباد اقول لك. انا عايز اريح. تعالى اقول لك. قول. اقول لك حاجه في ودني. توت. احنا في ثانيه ثالث يا وليه. طب والمصعب بكره اجيب استفندي واقعد اعمل لك كده. ايه مش اعمل اللي قلت لك عليه؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ يا
ايه ده مين دي؟ يا ابني دي الاميره. الاميره مين؟ ابوها يعني؟ ابوها ناقش على الرهون السجل المدني يا ابني، ما تروح. انا اسف يا حاجه. تعالي يا امه تعالي، حول ولا قوه الا بالله. تعالي تعالي تعالي. يا لهوه على الحلاوه يا جدعان، مش هسيبك. يا لهوه على الحلاوه، يا لهوه. ايه ده؟ انت مين ابوكي؟ انا ابويا الملك كهلان اللي كان بيطلع في وزير شريهان. ده الكلام ده كان في رمضان زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قول قول ايه ده؟ ايه؟ وحضرتك مرتبط؟ يعني في كلام عليا في المنطقه كده. في كلام بقى، انت عارفه الناس يعني ما بيسيبوش حد. يا لا كلام والله، يا لا مش كده. احط في كلام، في كلام طول ما انا ماشي. ازاي؟ يعني بيقولوا ان انا شمام وحرام. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي قولي العنوان وهاجي. حاضر. انا قصدي ما تيجي نتجوز. ما انا ما ينفعش اتجوزك. ليه؟ انت ما تمليش عينيا. امال مين اللي يملى عينك؟ شايفه الساحره الشريره؟ بتملى عينيا وتملى شارعنا كله. فيها ايه زيادة عني؟ دي كلها زيادة عني. أرجوك اتجوزني والنبي عشان خاطر اتجوزني. يا سندباد، يا تتجوزي أنت يا اتجوزي أنا. أتجوزك أنا وأرحمك من العذاب. أرجوك أتجوزك. ما تقلقي، أنت بايرة يا بت صح؟ سبحان الله، أبوك الملك وبايرة. سبحان الله، ربنا ما بيديش كل حاجة. وأنا بيتجوزني حرام عليك. خلاص أنا هتجوزك، بس عندي حل بسيط لازم نعمله. إيه؟ إحنا نعمل فيديو على الدب سماش. لو جاب لايكات كتير اتجوزك، ما جابش لايكات نمشي مع بعض في الحرام. ها يلا. واقول يومين دول كل الناس بتعمل فيديو على الدب سماش ده. خلاص ده الشعب اتهبل من الدب سماش والله. الناس تاب، تلاقي دكتور في الجامعه الصبح، دكتور راجل دكتور بالليل عامل فيديو، يقول لك طب عم حماده عنده بطه بتعمل ايه ده. شوفي دكتور الصبح ومهزق بالليل. اه والله العظيم ده ما في. وتلاقي واحده اموره شمعه، شمعه بلسم، تقول لك ايه يا عم الشانول. طب ده كلام. فيلا نعمل فيديو بسرعه. يلا استنى بس طلع الموبايل. يلا هتعملوا لي لايك 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 لايك. هعمل لكم لايك 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 لايك. هتقولهم لي نيلي نيلي؟ هقولهم لك شرقان شرقان. ده احنا هنولع الدنيا على الانستغرام. يا ابني يا ابني ما تضايقنيش. عايز ايه؟ اطلع اعمل اللي قلت لك عليه. حاضر ماشي. يلا باي باي. باي باي. يلا انا لازم انتقم من الحرامي الجبان ده. ما تقلقيش، زمان حارس الكهف دلوقتي بيفلقوا اتقالي بس. ازاي؟ استرها يا رب العالمين. ايه ده؟ طب دي عروسة البحر، انما دي ايه؟ حفل زفاف جماعي؟ لا استنى انزل اشوفكم عن قرب، انا مش عارف شربونا ايه؟ مش عارف والله، الدنيا ضايعه معايا ولا ايه ده؟ ايه ده ده؟ ده بتاع جناب القرصان يتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. مدفع الافطار اضرب. برغم ان انا على سفر بس محافظ على صيامي. الحمد لله على السلامه. مين الكائن ده؟ دي الساحره الشريره. انت مين؟ انا الساحره الشريره. ثواني كده. الساحره الشريره. لا حلوه دي، عايز اعمل واحده قرايه والله. بقول لك انت الساحره؟ والله انا صايم من الصبح يا ساحره، ما اكلتش اي حاجه. صايم ايه يا جدع؟ ده انت بقك كله احمر اهو. لا ده من البوس ده، ما اكلتش والله. ما اكلتش ايه؟ والله ده انت ناقص تاكل سنانك. بطلي ودوري تاني، بطلي ودوري. اهدي اهدي، مالك يا حاجه؟ في ايه؟ ايه ده؟ انت الساحره اللي بتطير على المقشه دي؟ لا انا بطير كده في الهواء. امال بتاخدي دي معاكي ليه؟ باني البيئه السرعات. انت ساحره مانوال يعني؟ مع ان والله شكلك 4 باي 4. طب أستأذن أنا بقى يا أميرة. يلا سلام. سلام يا معلم. يا دي النيلة، النبي أخ. إيه؟ إديني سقة. لا أنتوا غيروا الفلاتر بقى وما تقرفوناش.
يلا يلا يا حقة يلا يا. الحمد لله كانت في منزل فجريت على طول. ايه يا مولاتي سايبانا للقرصان يخطفنا؟ بصي ملبسنا لبس بتوع العرقسوس ليه كده يا مولاتي؟ اوعي يكون في حد اذاكي او فكر ان هو يزيكي. انت اكتر حد بيحبني في الدنيا دي يا عوض. ما تقوليليش يا عوض، قوليلي يا عو. يا عو ما تيجي نتجوز يا عو عشان خاطري. ما ينفعش والله يا مولاتي. ليه؟ ما ينفعش خالص يا مولاتي، انت اميره وانا مجرد حارس عند ابوكي. يا بيبي مش مشكله نبداها مع بعض. يا بيبي في اميره تقول يا بيبي. يا مولاتي والله الجرايد ما هتسيبك في حالك وهيبهدلوكي، هيطلعوا يقولوا ارتباط الاميره شمس بحارس ابيها، هل وراء هذا سر قذر؟ هديه العدد بوستر حمدي الوزير. والله ما هيسيبوكي يا عوض. انا ما يفرقش معايا كلام الناس، المهم نبقى مع بعض يا حبيبي. مش هينفع والله. مش هينفع. مش هينفع. مش هينفع يا مولاتي. بتضربني يا حارس يا جربوعه؟ انا مش حارس، انا اخوكي. اخويا؟ ايوه اخوكي. ازاي اخويا وانت لونك اسود وانا لوني ابيض؟ لا بابا لونه كرهاته ما اتكلمش. انا احكي لك الحكايه. اتفضل. باباك الملك كان معروف عنه ان هو راجل بطال، يعني كان راجل صاحب كاس وبطولات. وبقول اي كلام انا. المهم باباكي ايه، انا سخن النهارده. باباكي عمل ايه؟ خد السفينه ومشى على 180، فجاه قابله كمين في قلب البحر، طلعت له ست غلبانه من الميه بتقول له مناديل يا ابني، غمز لها. اول ما غمز لها ايه الكذب ده؟ انا ابويا الملك يغمز لواحده جربوعه؟ يعني انت متضايقه ان هو غمز ومش متضايقه ماشي على 180 وكمين في البحر؟ كل ده منطقي والغمز هو اللي غريب؟ طب كمل كمل. المهم اول ما غمز للست دي راحت معاه، اصل الست دي اي حد يغمز لها بتروح معاه. مين الست دي؟ الست دي امي، وانا فخور انها خلفت كلب زي يتكلم عليها كده بجد، وجيت هنا عشان اقول لك ان انا اخوكي حبيبي. يا عوض يا اخويا. ياه انا مالف في القصه دي كلها عشان امسك ايدك. ما تقول كده من الاول، امسك اهي. ايه ده عادي؟ والثانيه ممكن ابوس؟ ايه ده وسايبانا اكذب واروح النهارده؟ انت اميره مانجا. والله بقول اي كلام النهارده. ايه ده؟ تخرسيت يا حكاوي. انا سكران يا عوض. الحق ده بيقول لي يا عوض. جري يا مولاتي. سكران 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 يا عوض. مالك قد حلوي كده ليه؟ يخرب بيتك وشعرك ماله؟ اصل انا بستعمل كرمليزا بالبرسيم. بقول لك انت ما جيتش تسكر معانا ليه امبارح يا عوض؟ يا عم انا سكرت معاكم بس انتوا اللي دماغكم خفيفه. بس انت حلويت ياض ودماغك بقت ما تجيب بوسه يا ده عوض. بس 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 الاميره واقفه. سمو الاميره. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ملك وحشيتك اللي ليها سمو الاميره. ذنوب. ذنوب ايه؟ انت اوعى يكون حد اتعرق، اوعى يكون حد اذاكي. اذاني؟ ده ما يبقاش انا وليا، الحد فكر يديني. ايه ده ايه ده؟ انت انت مالك بقيتي بلدي كده ليه؟ بلدي ولا فينو؟ ايه البواخه دي؟ لا قولي حاجات حلوه ده في وش. انا انا مش هقول بلدي ولا فينو. ما هو طالع بلساني. بقول لك يا سمو الامير، انا هقول لك بصراحه بقى، انا بحبك وعايز هاتي بوسه. فوق يا حكاوي يا حكاوي فوق يا حكاوي. ايه ده؟ استغفر الله العظيم، فجاه لقيت نفسي من سنتين. الحمد لله. ايه يا حكاوي انت سكران سكران والاميره في خطر. الاميره في خطر؟ ايه اللي وداها خطر؟ خطر ايه؟ بقول لك خطر دينجرس. ايوه سمو الاميره انت حياتك في خطر، تعالي بسرعه عشان اخبيك. خد انده على زياد بسرعه. ماشي. ها اتفضلي يا سمو الاميره بسرعه. يلا من الجزيره اللي احنا مركبين. تياتروما. ايه يا رب الجزيره الناشفه دي؟ مفيش زبون واحد استرزق منه؟ ده اعوذ بالله يا حلاوه. الله بس بقى في ايه؟ انت يا حلاوه يا قمر يا سم. انت يا واد يا مز. ايه ده ما عندكوش اخوات قرود ولا ايه؟ تعالى طب لما اقول لك. ايوه تعالى تعالى بس. ايوه
هو انت الراجل الوحيد هنا على الجزيره؟ هو انا الوحيد اللي هنا على الجزيره؟ موضوع راجل ده نتناقش فيه بعدين. اه انما انت مين؟ انا عيون. انت مين؟ انا ودان وبابا بطنه. انت جايه تكشفي؟ انت دمك خفيف قوي. لا ده النهارده مانجا. هو انت متجوز؟ انا متكلم على بنت خالتي في الفيوم. متكلم عليها ازاي؟ بنقعد على القهوه انا واصحابي نقعد نتكلم عليها يعني. دي كانت لابسه جيبه امبارح، شفت الفاتحه لحد هنا؟ هو اللي بيتكلم على واحده بيلبسها. والله انا عارف. سالين. طيب دي بنت خالتك في الفيوم واحنا هنا في الكاريبي، يعني محدش هيحس بحاجه. ممكن حد من قرايبي يقول لها ان احنا في الكاريبي. والله ما تنطنيش. يا سلام. والله لا انا عارف انت مش عايز تتجوزني عشان انت شايفني وحشه، صح؟ بصراحه دي الحقيقه. بص انا حلوه اتجوز واحده بالمنظر ده؟ انت يا ابني انت ما عندكش مرايات في بيتك ولا ايه؟ والله العظيم عندي، عندي مرايه كل يوم اقف قدامها اقول لها يا مرايتي يا مرايتي قولي لي في حد احلى مني؟ وبتقول لك ايه؟ بتقول لي اقولهم لك بالترتيب الابجدي؟ مرايه لمده قوي. صدق هتقولي مفيش. والله صعبت عليا. والله حالي يصعب على الكافر. تصدق هتجوزك؟ بجد والله؟ اه والله. كده بلوشي؟ اه زكي عن نفس. والله انت اميره طيبه. بس انا عايزه شبكه الاول. يا سلام. بص انا واثق ان انت بتحكي عليا، بس هجيب لك شبكه عشان حبيتك. طب هي فين؟ في المغاره بتاعتي. انت عندك مغاره؟ مغاره في كومباوند ده، ايجار جديد تحفه. طب ما تيجي توريها. تعالى اوريك. هي بس عايزين نعمل المغاره بروسلين ونعمل جنينه عند ونركب ورا حائط على الحائط. ما تموتناش. والله احنا ما عملناش حاجه. والله ما عملنا حاجه. والله ما عملنا حاجه. ما تموتناش. لا هموتكم، هقتلكم يا كراسنا يا اشرار. وقف عندك يا كرسان انت وهو. والله ما عملتش حاجه. ما تموتنيش. والبتاع دي واسعه قوي، هتعمل ايه؟ ما تموتنيش والنبي. لا هضربها فيك دي. لا ده هتعمل صوت عالي. والله مش عايز اترش قبل ما اموت. اترش قبل ما تموت ايه؟ يلا بقول لك هقتلك. والله البوز واسع قوي، نزله من النضاره. والله ما يجيش في وشي. جيش في وشك. بقول لك هقتلك. انت خايف على وشك؟ والنبي ما تموتني. والنبي في ايه؟ انتوا يا ابني مش كراسنا؟ لا والله احنا مش كراسنا. امال انتوا ايه اللي جايبكوا هنا؟ انا بني ادم عادي رايح كوستاريكا. هي دي مش كوستاريكا؟ كوستاريكا ايه يالا انت مجنون؟ يعني الجبل ده مش كوستاريكا؟ ده مش جبل، احنا نعرف ايه ده اصلا؟ امال ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا؟ اللي حصل لك؟ اصل انا اصلا كنت مهاجر هجره غير شرعيه. ايوه عارفها، اللي هو ايه يرموكوا على مركب في البحر وياخدوا منكم فلوس قد كده. لا دول هم ادوني جزع شجره. نعم. اه والله ده اللي حصل. ادوني جزع شجره حطيته في الميه مشيت، قلت هي عارفه الطريق. رايح كوستاريكا على جزع شجره؟ اعمل ايه طيب؟ ايه ده؟ انت عبيط يالا؟ الكرسان لقاني خطفني حطني في برميل القش في المركب. انت عارف الكرسان ده هيعمل فيك ايه؟ هيعمل ايه؟ هيخليك عبد. لا انا مش عايز ابقى عبد. خلاص اسمع كلامي واشتغل معايا. اشتغل ايه؟ عبد. اشتغل عندك عبد؟ ايوه تشتغل عبد. وابقى عريان؟ أيوة. وادهن اسود؟ وتربطني كده في الشجره وتقعد تعذبني تعذبني وتحط على ظهري حجر كده وهنا وتبقى زي الكفار؟ انا عايز ابقى عبد، بس اهم حاجه تدهني اسود. ادهنك اسود؟ حاضر ادهنك اسود. عبيط يلا. وابقى انا العبد اللي بياخد باله من الجواري بقى، واروح معاهم البحيره واخلي بالي من الجواري في البحيره وطرطش عليهم كده اهو، طرطش الميه طرطش الميه في البحيره على الجواري، واحنا بقى جواري في قلب بعضينا بقى بنلعب مع بعض. نلعب. وانتوا جواري في قلب بعضيكم؟ اه. اقول لك على حاجه. ايه؟ انت عارف العبد اللي بياخد باله من الجواري ده؟ عارفه كويس. ايوه عارفه. العبد الاسود ده الضخم، انا عايز ادهن اسود وابقى زيه. ما سيبك انت من هو ضخم واسود، هو عنده مشاكل صحيه. عنده مشاكل صحيه؟ ده ضخم جدا يا عم. ضخم ايه ونيله ايه؟ مش هتتبسط يالا. مش هتبسط ليه يا عم؟ المهم الحاله، الحاله انا عايز ابقى في الحاله دي في البحيره كده مع الجواري ونطرطش على بعض طرطشه، وتبقى هي زعلانه وانا اخدها في حضني وطرطش. يا مين دي يالا؟ الجاريه يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ وسع لي كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي والطعامه دي؟ انت مين؟ اني اني انت منين يالا؟ اني فلاح. فلاح؟ وانت ايه حكايتك؟ اني كنت راكب جزع شجره لقيت الاستاذ. اه برضه جزع شجره؟ ايوه ايوه. لقيت الاستاذ جاي عكسي، قعدت بقى ايه اعمل له كده في الميه، اعمل له كده في الميه وسكت بعد كده. وسكت؟ ايوه. يخرب بالك كنت رايح فين؟ كنت رايح ايطاليا. انت رايح تعمل ايه في ايطاليا؟ احترف. انت بتلعب كوره؟ لا. ما تحترف ايه؟ أنا هعمل مشروع في إيطاليا عمر إيطاليا ما سمعت عنه. ايه هو؟ بيتزا. رايح إيطاليا تعمل بيتزا؟ ما أنا هعمل نوع من أنواع البيتزا عمر إيطاليا ما سمعت عنه. ايه هو؟ بيتزا إيطالي. طب مجنون يالا؟ ما أنا بص، ما أنا هتجوز. رحت لأبوها قال لي مش هينفع تتجوزها علشان هي لسه في المدرسة. وأنت قلت له إيه؟ قلت له أجي لكم بالليل تكون جت من المدرسة. يا
يا بطل غباء يلا يا بطل غباء يلا يا جاموسة بتعمل ايه؟ حاسب تطرطش اوعى عليهم بطرطش على الجواري جواري جواري ايه؟ عارف قلب بعضين تعالى تعالى انزل البحيره الميه تجنن تعالى تعالى الميه تجنن احنا والجواري مع بعضينا انا عايز الحاله دي ابقى العبد واهم حاجه الدهن اسود خلاص خلاص اشغلك عندي ماشي وهديك فلوس هتديني كام؟ اديك 50 جنيه 50 جنيه في اليوم؟ اه ده انا لو مش عبد ده انا لو شغال في العبد مش هاخد 50 جنيه حلو 50 جنيه كويسين لا يا عم انا عايز ده انا هبقى عبد وروح يا عبده تعالى يا عبده ايه اللي اخرك كده يا عبده في ايه يا عم عبده ايه يا حمار انت بتقول انت هتجننوني يالا امال ايه انا عايزكم تساعدوني ثانيه واحده نعم ثانيه واحده لو هو هيشتغل عبد انا مش هشتغل عبد لا عايز اشتغل ايه انا هشتغل قرصان ليه عشان انا معايا قرصان لغه وكمبيوتر اخر يعني والله العظيم انتوا متخلفين هد انت نفسك احنا هنساعدك انت عايز ايه انتوا غلابه يلا انتوا غلابه وطيبين خلاص هنشتغل ساعدوني وانا ساعدكم تهربوا من الجزيره ديت هنساعدك بس نعمل مفيش ايه مفيش اي ملاذ للهروب من الجزيره دي غير المركب بتاعي انت عندك مركب اه بس بشرط ايه نقتل الملك نقتل القرصان نقتل القرصان ولا الملك لا القرصان نقتل القرصان نقتل القرصان ايوه هو القرصان ده عمل ايه عمل ايه قتل الملك قتل الملك بتاعي وأسر بنته الأميرة الأميرة؟ أيوة هتحب العبد العريان ليه؟ المدهون اسود تفتح كده البلكونة تلاقيني قاعد مع الجواري بنطرطش ونلعب مع بعضينا تقول أبغى هالغلام يلا 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 أبغى الغلام إيه وزفت إيه؟ أي أي إحنا عبيد في قلب بعضينا فيها إيه؟ مش شام هي بس أنت دهن اسود بس وسيبني يخرب بيت الدهان وسيبني معاهم في البحيرة في قلب البحيرة كده أدهنك اسود ماشي والوزر بني إيه رأيك؟ إيه الوزر ده؟ يا من تحت يا الجزم يعني انت هتقعد تلخبط عليا ماشي في سؤال نعم دلوقتي المركب بتاعتك دي هتاخدنا كلنا لا ما انا مركب فيها بنانا بوت الشعبطوا فيها بقى بنانا بوت وانا عريان ولابس اللايف جاكيت كده مع الجواري ونروح نطرطش مع الجواري بيت ام الجواري قدام ياد التوهو يلا قدام ياد على المركب يلا انا نقعد للقرصان يعني الجواري من هنا امشي ايوه الجواري يلا جواري يلا يا ويا رب يا رب يا رب يا رب يا خالق السماء والارض يا رب يا رب يا رب يا خالق السماء والارض ارزقها من عندك افرجها من عندك ارزقها افرجها ارزقها افرجها ارزقها ارزقها افرجها ارزقها افرجها ارزقها ارزقها افرجها ارزقها افرجها ارزقها ارزقها افرجها ارزقها خلاص ارزقها افرجها ما تحوق يلا يا ابني مش انا احترم نفسنا خلاص خلاص ارزقها خلاص على الرخم بعدين وبعدين ايه الكرسان راح فين وسابنا وجري سابنا ومشي انت بتقول كلامي اعمل لك ايه يا عم وانا على حمو على حمو على حمو رحت فين الوحش قولي اللي حصل الوحش جه وراني يا لهوي يا لهوي انا اقول لكم اللي حصل اللي حصل أني وأنا ماشي أني وأنا ماشي رحت الكهف رحت الكهف دخلت الكهف دخلت الكهف لقيت الوحش لقيت الوحش هو كده هو هو كده هو وأني كده هو وأني كده هو هو كده هو هو كده هو وأني كده هو وأني كده هو فكرت بسرعة فكرت بسرعة بشيل بوم وبشيل بوم علمت عليه علمت عليه وصحيت من النوم وصحيت من النوم فرشتي مبلولة فرشتي مبلولة ماما خلصت تعالي شطفيني ماما خلصت تعالي شطفيني تعالي شطفيني امال ايه تعالي شطفيني ايه؟ امال ايه ايه؟ يا ولي شطفيني يا ولي امال ايه؟ اسمع غيري لي يا ولي الله وينفع تغير لي قبل ما تشطفني؟ عموما امك عارفه هتعمل ايه؟ المهم الوحش جاي وراي يا لهوي الوحش جاي وراي يا ولد تعالى استخبى عليه اسود ايه ده لابس كوتشي اهبل
الوحش اللي ده سرع برتقان قال ايه ده؟ نبقى نعمله على السير. هلاوي طب نعمل ايه يا كبير؟ مالكوش دعوه، ما تخافش يلا انت وهو. قال ايه؟ ايوه انا هقول لكم هنعمل ايه. نعمل ايه؟ اني لا دي قلناها ما فيش غيرها. دي لا ايوه دي فلاح اتصرفوا معاه. يعني ايه؟ مش ده الوحش؟ ايوه ايه؟ ايوه وانتوا رجالتي؟ ايوه ده صعيدي. رجالتي صعيدي اتصرف معاه. ها قشطه قشطه 100 100 اتصرفوا معاه وانا هقول لكم انا رحت فين اما ارجع. ماشي يعني تهرب. ايه؟ اتصرف قول لي. بقى ايوه 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 ده في فراخ. بقى ايوه 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 اسمعني بس اجري كده. ايوه 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 اسف اسف. ايوه 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 اسف. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه ايوه يا ابني يا عم. غني له غني له يمكن غني له غني لك. احنا في زمن الوحوش الناس ما بيرحموش. احنا في زمن الوحوش الناس ما بيرحموش. يا عم دول وحوش النعمة دول وحوش. لا 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 بيشكل اهو. ايه ده؟ هو الوحش والمطرية؟ الوحش ده بيشكل ازاي؟ تقعد اهلي اديك على وشك. اهدى اهدى. وي 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 وي. ايه يا؟ انت وحش ايه يا؟ وحش ايه؟ خلص. انا وحش يا عم. قول عايز ايه؟ خلصنا. والله انتوا بسطتوني قوي. جد؟ أو ربنا يعني عجبتك الأغنية؟ أيوة ده أنت طلعت المواهب اللي جوايا بجد والله عظيم. أو ربنا ده ورينا مواهب. ده أنا بدور طول عمري على حد أوري له مواهبي. ورينا. طيب قولها. اسمع دي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. الله والله إيه؟ والله أنا وحش. والله أنت ما فتحت بوقك. انت ما حركتش شفايفك. انت ما خدتش بالك. قال بتاع وقلت الله بس في الاخر. استنى يمكن ما خدناش بالنا. طب يا عم اقعد ساكت. ما خدتش بالك انت معاه. استنى. طيب ما فتحش بقه. هنشوف. طب ممكن تغني لنا اغنيه ثانيه يا وحش؟ طب اسمع دي. ما بيسالش عليا ابدا ولا بتشوف عيني ابدا. يا ما ناديته وتركيته. يا ما ناديته وتركيته انه يحن شويه ابدا. ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا. ايه ده؟
بتفتحش بقك يا ابني. مين اللي بيغ... ايه ده؟ ايه اللي بيصوصو ده؟ ده عصافير بطني بتصوصو. انت بتغني منين يا؟ ده انا جعان، انا بغني من بطني. ده جعان؟ اه. جعان ايه؟ ايه ده؟ ده مش جوع. ده ايه؟ ده انا شكلي هولد هنا. ايه؟ فسح كده؟ فسحولي. والله وحش زي العسل. خد يا حبيبي خد. ايه كلها شعر؟ طب خد دي. خد. بص بقى، اول الوحش الابن ما يتولد تعلمه القواعد والاخلاق، لازم يتعلم احترام الكبير. تف على عمه حبيبي. علمه حاجات عدله، علمه حاجات عدله. ما هو تاني حاجه لازم نعلمها له المشي. يلا ايدك معايا. تا 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 تا. ماما ايه؟ ايه ايه؟ اعملها في اي زنقور. اوعى يا عم انت تعملها عليا، انت الاخر. خلص يا عم انت وقربته. لا لا لا، كده 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 كيخ، كده 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 كيخ. عمو 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 عمو. ايه يا عم ده بلغ؟ ايه ده؟ وانت فاكر ايه؟ احنا سن البلوغ عندنا دقيقتين. جد والله؟ اه. انت عارف انا اتولدت من امتى؟ امتى؟ من 5 دقايق. لا يا راجل. عارف اعجز امتى؟ امتى؟ كمان 3 دقايق. بجد؟ ايوه. عارف هموت امتى؟ امتى؟ لا دي حاجه في علم الغيب. يا عم الوحش ده يا عم انت. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت بتحبك تتاكل ازاي؟ بص لي. ايوه. ركز معايا. اقول لك انا بحبنا اتاكل ازاي؟ ازاي؟ يلا 1. ايوه. 2. 3. اوكي. تعال تعال. شفتوكوا. يلا اطلع. يلا اطلع. استنى. ايه ده؟ اطلع. ايه بركب ايه يا؟ اقعد. استنى يا عم. بركب ايه؟ اطلع. تعال تعال. هات اللانش بتاعتي. سيبه. بركب ايه يا؟ بركب لانش. ليه؟ اطلع بره. ايه؟ ايه؟ انا هقتلك. اخلص. تعال. في قاعدة التواوة. ها؟ انتوا جايين تشتغلونا ولا ايه؟ ايه؟ انتوا مين قاعدة التواوة؟ احنا من عالم سمسي. معلش يا باشا، احنا شغالين في السيرك الايطالي اللي عند الشيخ زايد هنا، قلنا نيجي نعمل نمره ما دام انتوا هنا يعني. اه يعني انتوا بقى مش وحوش وعاملين النمره دي على الناس هنا في الجزيره. بص يا باشا، بصراحه احنا شغالين مع الساحره الشريره، قالت لنا انزلوا شر كل الشرور المشروره في الشريرين. انت فاهم حاجه؟ اطلع بقى يلا غروف ده. امشي انت اهو، تمشي وهنا في الجزيره تقولوا زوبعه وشنكل هم اللي قضوا على الوحش اللي هنا. زوبعه الشنكل هم اللي. ما تعملوش وحوش تاني يا عم، مش قد الوحش. ما تعملش يا عم. امشينا. يوه يا عم بلوابة لنيلة. يا قرصان، فين الوحش؟ انا قاعد له يا سلام. وديت الوحش فين؟ اقول ليه انت سبتنا ساعه وهربت؟ اصل انا ما لقيت الوحش معاكوا، قلت اخش انا الكهف ادور على الكنز براحتي. ولقيت حاجه. امال ليه؟ لقيت الخريطه بتاعت الكنز. اقول ليه بجد والله؟ اهي الخريطه اهي. اقول ليه قول لنا فين بقى؟ اثبت عندك يا قرصان. ايه ده؟ هم دول الجنود اللي انتوا سميتوهم؟ ايوه. سميتوهم ايه؟ سميناهم هم محمد وسيد. سميتوهم سميتوهم ايه؟ سميناهم وحطينا لهم. انا قلت لكم سمموهم مش سموهم. ما احنا سممناهم وحطينا لهم. الساحره الشريره اديتنا الترياق. الترياق؟ اه. يا دي التريقه. هات الخريطه دي. عايز الخريطه؟ هات بسرعه والا هقتلك انت وقرقر وسندود اللي معاك دول.
طب بقول لك ايه، احنا نديله الخريطه وننفذ بجلدنا. ماشي بجلدنا يا ابني. اخلص الخريطه دي. حاضر، خد اهي الخريطه بس ما تقتلوناش ابراهيم. يلا يا حراميه حته، يلا بسرعه. ايه ده دول خافوا بجد؟ بس انا اروح عند الواد زياد. فين زياد؟ انده بسرعه بسرعه يا زياد. ياد يا زياد، ايه عايز ايه يا عم؟ خش تعالى يا عم. ايه مش عارف اعمل حمام في الجزيره؟ ايه يا عم؟ ما بالراحه يا عم. اسمع، نعم. انا هقول لك على سر خطير. ايه هو؟ انا جدي سايب لي كنز في الجزيره دي. ايه؟ كنز؟ عايز كنز يا ابني؟ حاضر، ما انا بقول لك اهو. طيب هتساعدني وهنطلع الكنز ده؟ ليه؟ عايز كنز يا ابني؟ هتساعدني وهنطلعه ونقسمه. هنقسمه سوا يا غبي. ماشي يا غبي. طب تزعل ايه في ايه؟ يا ساتر. يلا يلا. حفيدي حكاوي، إذا نجحت في الاختبارات اللي في الخريطة دي، باب المغارة اللي فيها الكنز هيفتح وهتلاقي الكنز. الباب ده. أقف عند النخلة الغربية. أهي. روح روح أنت. أنا؟ أي حد روح. يفتح الباب يحصل مقلب، والنبي أنا تعبان. يلا. أقف عند وقفت؟ ماشي. امشي ثلاث خطوات. ماشي. واحد، اثنين، ثلاثة. انظر بوجهك في اتجاه الشمس. شمس إحنا بالليل يا عم. الكشاف ده. ماشي. يلا. ارفع ايدك اليمين اهو، ايدك الشمال ناحيه الشجره اهو، ميل برجلك الشمال اهو، طلع لسانك اهو. اول درس ليك يا حكاوي، اوعى تذل نفسك عشان خاطر كنوز الدنيا. ده بيربينا. يعني انت جدك ممرمط امي عشان يقول لنا حكم النتيجه؟ معلش معلش، هو شكله فيلسوف جدك. معلش ده. معلش، أجب على الأسئلة الآتية. إيه؟ بسرعة يا أستاذ، دقيقة وهلم الخرايط. يلا يلا، هو جدك كان موجه. يلا. بلاد الهند والسند. طبعا الهند معروفة، إيه هي بلاد السند؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بلاد السند اللي فيها العيش السند بتاع الرجيم، صح؟ معرفش، لو الأسئلة إجاباتها صح هتلاقي الباب فتح. أنا معرفش. تاني سؤال، أين يقع البحر الميت؟ في المدافن. طب أين تقع المدافن؟ إيه أنت هتعجزني؟ والله مكتوبة أهي أم مصر. مكتوبة فين جدك؟ والله إيه؟ تقع المدافن بعيد. اذكر الاسم الثلاثي للكابتن ماجد. اتفضل. هو جدك لحق كابتن ماجد؟ ده كان أهبل والله شكله. معلش أي حاجة أقول. عبد السلام أحمد ماجد. للأجهزة الكهربائية. والله حلوه دي. الباب فتح اهو. انت ده فين اهي؟ الحمد لله. اللي بعديها ايه؟ اللي الاختبار اللي جاي مش عارف اقرا يا عم. طب انا اقرا يا عم. انت يلا يا عم. شفت يا خدت جدك. يلا معلش. غني كلمات اغنيه ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحده لعمرو دياب، على لحن اغنيه اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب. احنا في زفويس ده ازاي اصلا؟ يعني ايه يعني؟ مش فاهم. ثانيه واحده، يعني الكلمات بتاعت اغنيه دي على اللحن بتاع دي؟ طب استنى. اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب تيرارا تخلي قلبي اللي مشغول علي غايب، كلمتين يتقالوا منه ولا عنه يطمنوا قلبي اللي مشغول علي غايب. يخرب بيتك. حلو ده، انت عظيم. ثم العكس. ده بيستهبل صح؟ والله جدك ده كان حلم بكر. يعني هو جاي يكتشف مواهبنا. العكس اللي هي ال التانية. يلا يا بيه. ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة ولسه مش اللي عايزه في أي واحدة؟ أي واحدة بتقابلها بتبقى حاسة ده أنت مش جاي لها، ده أنت جاي تنسى. يخرب بيت عقلك. عظمة على عظمة على عظمة. يخرب بيتك يا حكاوي عسل. أنا أشوف بقية البتاع. يلا يلا ها وصل. بعد الاختبارات دي هقدر أقول لك الكنز فين. نخرج فاصل ونرجع نعرف الكنز فين. أنت هتستعبط، جدك كاتب كده. والله العظيم كاتب كده. إيه يا عم أنت؟ جدك خير رمضان. طب أهو امسك. أديني يا عم. أصل مش معقول يعني جدك يقول لك نخرج. إيه ده؟ ورجعنا لكم مرة تانية. رجع
بجد ده كده صدقت والله. يلا مثل مشهد من مسلسل تركي. اه ده جدك بقى كان جاب فشار وبيتسلى. قاعد بقى نفسك في ايه يا ولد يا شقي مثل تركي؟ طيب بص اقول لك حاجه، خلاص احنا متفقين ان انا جدي كان اهبل، خلاص نكمل الخريطه لاخرها ونشوف هنوصل لايه. نوصل لايه؟ ماشي للكنز. كنز عايز كنز يا عم. اهدى يا ابني بقى هنقسمه سوا. ما انا عايز كنز. انا جايبك عشان اديهولك. طب امشي طب شوف هنعمل ايه. طيب اهدى انت اجهز عشان يمثل ام المشهد. ماشي يلا. انت ايه الباور ده؟ ايه خلاص هنمثل المشهد وناخد الكنز. ناخد الايه؟ الكنز. عايز كنز. انا ما حدش يتوقعني. انت مالك باور ليه كده؟ بس اهدى يلا. هنمثل المسلسل ايه ده؟ مسلسل عيش الممنوع عارفه؟ ايوه عارفه. مش ده اللي مهند بيحب مرات عمه؟ ايوه. في حد يحب مرات عمه؟ معلش ده ايه ده؟ معلش يعني مش راكبه يا عم. خلاص ولا ازيك يا مرات عم انا بحبك. ايه يعني ايه يا ابني؟ التراكوة عندهم عادي. تراكوة؟ ايوه صدروا لنا حاجات عجيبه. معلش يلا يلا حبيبي يلا مثل. يلا شو حالك يا ابو مرزوق؟ لا ده باب الحاره ده. انا بقول العشق الممنوع بتاع مهند ونور. انا هعمل مهند. ده شكل يعمل مهند. ايوه صح. انا هعمل نور. اه كده اوكي ماشي. يلا لا جاهز؟ اه جاهز. يلا يلا ابدا. يا حبيبتي تعالي هون بجواري. ما بقدر حبيبي. ليش حبيبتي؟ عندي الغضروف. تعي هون يا بنت. دخيلك الله ما بقدر. ما بتقدري يا جميلة الجميلات. حبيبي شو هالجمال شو هالطعامة. بس بتكسف يا حبيبي. انت تتكسفي مني؟ انا قررت اتوب من هالحين ما راح اخون عمك. من هالحين ما انت من سينا؟ من سينا يا روحي هالحين؟ انا من دلوقتي ما راح اخون عمك. وانا كمان ما بدي اخون عمي. احنا اخوان. احنا اخوان من هون ورايح. احنا اخوان. كخير كخير حق. جدك هنج من الصدمة. ماسك ابن اخوي مع مرتين. عمي ما تفهمني غلط. تمسك يدك. ما تفهمني غلط عمي. تمسك يدك يا عمي حرام. وشو فيها ماسك يدي؟ شو فيها؟ يمسك يدك من غير ما يغسل بلايف بوي. لايف بوي هادي حياتي. ابن اخوي المخلص. عمي زوجتي حبيبتي المخلصة. عمي يلا حبيبي انت اسهر مع مرات عمك عشان عمي وتعبان. ما بلاش عشان انا كمان تعبان. لا حبيبي انت اسهر مع مرات عمك انا تعبان. انا انت عايز نسهر معاها عشان انت بتثق فيا عشان انا ابن اخوك. لا حبيبي عشان هي ما حدا يبص لها. والله عندك حق يا عمي. سيبني بقى انا اخلى. لا حبيبي يلا نجيب لكم خمور. والله انت راجل ترتور. ما بدكم شيء؟ ما بلاش. ما خلاص عمك حلف. يا وليا يلا يلا انا ادخل انام. بس ما ينفع نسهر هون وانت في اوضه النوم راح نعمل لك ازعاج. اوه خلاص يلا انا انام هون وانت تسهر في اوضه النوم. يا حلاوتك. يا عمي ما بلاش يا عمي. يا ابو مرزوق بس 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 الباب فاتح. الباب شفت فتح امتى بقى يا سنة؟ لما قلت يا ابو مرزوق عم فاتح لما طول. لا فتح قبلها هو. مالكش فيه. اهدى بقى اهدى عشان نشوف الكنز. الكنز يا ابني بقى بس بقى بس. ايه هات هات انا اقرا الباقي. امسك. يا ساتر. ايه ده؟ يلا ايه ده كاتب على معزه. يلا غني اغنيه مشهوره بس بسرعه قوي. ايه ده ليه بس بسرعه؟ كان رايح الحمام وهو بيكتب دي يعني؟ يعني يعني ايه؟ ما اعرفش. هو انا جدك كاتب لك غني اغنيه مشهوره بس بسرعه. يلا يا بيه. طب اي حاجه. طب اي حاجه قول اي حاجه. ايه مشهوره؟ سالت كل المجروحين عارفها. اي حاجه. يلا جاهز. يلا بسرعه. يلا ابتدي. سالت كل المجروحين ايه اللي جرحكم كده؟ قالوا لي طيبه قلبنا بتعمل اكتر من كده. نزلت الدموع من عينيا قدرت تبل فيا. ما بقتش عارف بس ليه الناس بتحترم الاذيه. وانا اقول لك شغل شيك شك شوك. يلا انا عايز الكنز. بس بقى بس بقى انا عايز الكنز. انا زهقت منك. فين الكنز؟
علقة مشاكلك. الباب اتفتح بجد. الباب اتفتح. الله اكبر. الباب اتفتح. هنلاقي الكنز وخلاص ان شاء الله. ايه ده؟ ده الكنز بتاع جدك؟ اه. شكمجيه طبعا حاطط فيها هويشه لستك وتقول لي الكنز. انا عايز كنز بجد. بس بقى. ايه ده؟ ده مش كنز. امال ايه؟ ده كنز. احنا قرينا التشكيل غلط ولا ايه؟ شوف لنا كده جدك مش ساب خريطه للشاليمو. انا ناقصك دلوقتي. ما لما يمرمط امنا ساعه ونص في الاخر ساعه ما يسيب لتر ونص مبلع رينا. ما انا اروح اي كشك ب2 جنيه ولا اقعد اعمل كده ولا اقعد امثل. ايه الانبهار في كنز يعني؟ تعال نشوف. وانا ورايح جاي. ايه ده؟ تعال نشوف كنز الكورسان ده يطلع سنيكرز ده كمان. هو ده الكنز. ايه ده الكنز؟ طلع كنز يا ليه؟ اشرب. ويا ترى بقى الكنز ده ساقع ولا سخن؟ ولا اوعى تفتح الكنز لا يفور في وشك. ما تزعلش يالا انت وهو ليه؟ اتعلموا مني. يلا. انا احكي لكم اللي حصل لي. ايه؟ اني وانا ماشي. اني وانا ماشي. رايح الكنز. رايح الكنز. طلع كنز. طلع كنز. ماما خلصت. قفلت.